اوكي، بدنا نحكي عن انهيرتنس شويه. فنروح على اونلاين كومبايلر. لاحظ هذا العنوان له، ممكن تطبع جوجل سيرش بايثون اونلاين كومبايلر، طلع لك واحد، دور على البلاجين، حط لك اياه على الجروب. بس ايش تعني انهيرتنس؟ هون اللي بدك تعرفه انه the reuse of a parent class, parent of super class, reuse of a child class, a to the parent class methods and طبعا methods هما functions، نفس الاسم بسموهم functions، بس بايثون بسميهم attributes. and the class variables. Okay. So Python calls autosummy methods and class variables as attributes. يعني one اسم للثنتين. Okay, attributes, the خصائص. هسه نخلق class A، class parent أو class super parent. بنحط هنا بنستخدم protected access modifier اللي هو underscore بايثون، يعني فيش كيورد اللي هي زي هيك. فنروح نعمل عمل لنا initial، بدناش هذا شكله سمارتكس كومبايلر ولا نروح هون x، بعدين بنحط underscore x تساوي zero. بدنا نعمل constructor def underscore initial. well هذا زي self. بعدين نعمل initializing a مثلا، نحط self dot طبعا underscore x equal a. بنحط هنا method def، بنعملها protected so is out مثلا زي هيك، بنعطيها self كلمة ننسى، وبعدين نحط هنا print self، اوعى تنسى self لأنه instance variable مش static x. هسا بدنا نخلق class اسمها child بنسميها indicating inheritance، طبعا inherit parent، بنحط ال parent بين قوسين هون، هاي تعني انه inherit parent. وبنروح نعمل هون another variable x تساوي 9. اوكي، هسا بنروح لهون، بس بدنا نحط هنا print انه ايه هي constructor called. اوكي، وبدنا نحط هنا فقط لا غير، بدنا نخلق object of child class، create object، طبعا هاي كمان يسموها instance
of child class. Okay, instance تاني object, instance of a class يعني object of a class. هسه هون بدنا نخلق xc child equal to child. لازم نستخدم الكونستراكتر لchild لأن الأوبجكت هو لchild. أوكي طبعا بس self موجود بالكونستراكتر يعني ما بنعدي ولا شيء إلا هاي بتروح automatically. بعدين بنستدعي الميثود تساوي that اللي هي out بس بنحط underscore out زي هيك. اوكي هسا هو بيستدعي protect public private او الخاص يعني two underscore يعني لو عملنا متغير ثاني زي هيك بس هاي لازم تكون تساوي لو عملنا متغير زي هيك two underscore هذول private you can't inherit them equal مثلا 3 we can't inherit them هذا private والz زي هيك مثلا z تساوي 6 هذا ايش public public access modifier يعني الاندر ما فيش شيء معناها public access modifier الى public. هسه ايش صار انه هون بدنا نشيل هذول عشان نعرف انه بدنا نشتغل على protected فقط على هاي xc child. فاول ما نروح كيف نتبع هاي هسه وبنشوف بعدين نرجع وهون raw text paste وراح نستخدم قلم هاي قلم لا هذا شوية لونه آخر نستخدم أسود فعندنا هون القلم وأنا نبلش بالتتبع وأنا نبلش من هون أول instruction خارج الكلاس body لأنه الكلاس itself هي هاي يعني basically ما راح ينفذها إلا إحنا عملنا إشي باستدعاءات أوكي والفانكشن كذلك الأمر بس xc فنروح هون نكتب xc تعني إنه class c تعني child هون وفيها متغير واحد اللي مبين نطلع الأم اثنين نفس الاسم صح فهسه الأولوية بعطيها لمين إله هون مش للأم بروح نحط x underscore equal 9 بس هاي راح تستدعي الكونستراكتر هذا فهو بصفي xc بس احنا معدين اشي a هلا معدين اشي بس مش معدينه هون لنفرض انه عدينا 3 ونروح لهون بنحط 3 هون نحط 3 اوكي ف نرجع لهون خلقنا الاوبجكت هنبلش من صفر اجينا لهون اكس هسه عدينا 3 وين عدينا 3 عدينا على الكونستراكتر يس الكونستراكتر بس هاي كمان فيها غلط هون بدنا كمان 2 اندرسكور ونروح نغير هون شكرا ما نحكي نطبع تختلف الآية أوكي نروح له خلينا نحمر ونشوف الأخطاء إذا في أخطاء فيش أخطاء أوكي فنرجع لهون أو خلينا نسخن من أول جديد كابي بنروح وين على هاي بنعمل تكست paste اوكي فهذا الكود
تجيب قلم، هوبفلي يطلع اسود. بدنا نبلش من هون XC constructor child، بنعدي 3، نجي لهون ما بنلاقي ايش constructor، بدنا ندور بالام، فنجي لهون فصارت هاي XC، هاي كانت object وهاي صارت 3. اوكي هسا عدينا، فصار بالاكس فيها A، فنروح لهون اكس، هاي هذا اكس سي بالذاكرة، بس هسا عندنا هون initial value اكس 0 وهون اكس 9، فهو بيستخدم الأولوية للأقرب، فهاي عنده فبيستحط فيها 9. هسا احنا لما استدعينا عدينا 3، فبصفي بالاي هون القيمة الجديدة 3. اوكي بعدين بنزل بروح على الستيتمنت اللي بعدها اللي برنت اي، فروح يطبع بالاوتبوت اي، بعدين كونستراكتور. هسا انتهينا من نهاية الجملة هون خلاص، ونهاية البادي. بدنا نطلع من هاي الجملة، بنطلع من هاي الفانكشن أو من هذا الكونستراكتور اللي في initial هون، بسموه parameterize أو copy constructor، لأنه ينسخ قيمة الثلاث لأي. فاحنا ننزل هسا، طلعنا من البادي، بدنا نرجع لهون. هسا انتهت الجملة، بدنا ننزل على الجملة اللي بعدها xc.underscore_whatever_out. هسا بده يروح يدور على out وين بكلاسته أولا، فوين كلاسته؟ والله مش مبينة هون، هاي class parent وهاي class child، هي هون class child طبعا inherit parent. ما فيش بدور بهاي الميثود اولا هون، عمين على هاي الميثود out مش موجودة، فبدو يدور بالبيرنت يعني بطلع فوق هيك، فلقى اول واحدة out self print self underscore x، لازم يطبع هون اخر قيمة اللي هي 3، فيطبع 3. فاذا رحنا على الكود وعملنا run وبنشوف شو الجواب. well نجي لهون وارسي، هاي صح الأفضل، لأن طبع هاي وطبع الثلاث ممتاز. excuse me لنفرض انه ما عدينا 3، ما عديناش 3 هون، يعني هاي شلناها من هون وشلنا الانيشاليزر. وين الانيشاليزر؟ هاي بنشيلها. ايش راح يطبع؟ يطبع الجيل لما نستدعي، فش ما بغيرها، ما باخذ الاكس اللي هون، مع انه اخذ الميثود اللي هون، راح ياخذ الناين اللي هون، فراح يطبع ناين اي كونستراكتور. بعدين لما يطبع بالسلف ما باخذ هاي اللي بالبيرنت، باخذ اللي عنده الاولويه له. اوكي يعني انت نرفض انك بدك شغله الليره مثلا، الليره بجيبتك، فما فيش داعي تروح لابوك انه اعطيني الليره، فهون صارت الاولويه باللي عنده. فنعمل ران أو نشوف يطبع 9 ولا لا. well في شغلة هون initial is missing one required argument، بدنا نشيلها كمان. اوكي run ايوسي طبع 9، مش اللي فوق طبع اللي عنده اولا. طب لو حطينا نفس الميثود هون هاي copy حطيناها هون،
Oops. Command V. Put that on B. Our parent or child. C child. زي هيك. مين راح يستدعي؟ راح يستدعي الميثود اللي عنده أولا. من هون هسه أيه. فلذا عملنا run راح يطبع child self x مش هاي اللي هون اللي هي parent. اوكي طبعا لازم هذول الاثنين match او يعني underscore. فنعمل run فراح يطبع بيعطي الأولوية للميثود اللي عنده. فشو صار عنده؟ هو لما بدي يستدعي out بدي يروح يدور بكلاسته أولا على هاي الميثود كلاسته، وحتنسى كلاسته فلقاها فيطبع child، وبعدين بطبع التسعة مش اللي هون لأنه هاي موجودة هون الأولوية اللي عنده. فلما نعمل run فشوف راح يطبع child وتسعة. هاي سي اي constructor استدعى البيرنت constructor بس طبع child وتسعة. فاستخدم الميثود والفاريبل اللي هون عنده واستخدم الكونستراكتر الكوبي كونستراكتر او الناسخ الموجود بالبيرنت يعني استعاره. اوكي ف الان لو عملنا اقتراح انه شو بنسوي؟ بدنا نغير وخلقنا اوبجكت هاي الميثود شلناها. اوكي وبدنا اوبجكت ايه، هالاوبجكت ايه البيرنت، هذا البيرنت اللي هون بيستدعي هاي الميثود اوت، لا راح يكون خطا ما بينزل الزول بس يطلع الطلوع. فالسمري هون انه الاوبجكت اذا عندنا كلاس ايه هاي زي هيك، وكلاس بي parent زي هيك، I mean child بي زي هيك. So object of B can call class or reuse of object of class A يعني البيرنت. طبعا A class A methods or attributes method أو كلمة واحدة methods and class value protected class variables. طبعا هو بقدر استخدم البابليك باي ديفولت بس هيك الشروط. فالشرط الثاني انه object of A cannot reuse I cannot or I can I cannot reuse class B methods or functions of child class اللي هي B. Okay, as a search is up. يعني نبحث بهذا الأسلوب. We cannot search down. هذا okay. Search is up. Okay. وهنا search down for a method or a member. Down. Not okay.
لا يجوز. أوكي، بهاي الحالة basically نحط هون كمان النقطة الثالثة، إنه precedence أو precedence أولويات is always given to the class methods and variables for the calling object. الأوبجكت أول ما يبحث بكلاس تو، أوكي، أوبجكت أول ما يبحث في كلاس تو أو في كلاس تو هيك كلاس تو. اوكي شكرا، بجرب هذول هيك. هسه بروح مع السلامة.